السلام عليكم، معكم طلال نقار. تاريخ اليوم هو 22/6/2023. بحب أشارككم بنتائج أو بحالتي الصحية. أنا في حوالي من حوالي 10 أيام عدت التصوير الطبقي المحوري. الحمد لله حجم النقائل الورمية للكبد والرئتين انخفض بنسبة كبيرة، أظن حوالي 70 أو 80%، ما بظن فيني أعطي نسبة محددة، بس في تراجع كبير بحجم الورم. لا زال موجود، ما فيني أقول شفاء تام لحتى يروحوا كل النقائل، وبالتالي ما فينا نحكي عن معجزة صارت. سريريا وضعي جيد، ممتاز حقيقة. تحاليلي المخبرية وضع ممتازة، فيني شوف فيكم صور شوي تانية. اتفقت مع طبيبة الأورام انه نخفف شوي من العلاج، وقفنا احد الأدوية، بس طبعا انا مستمر اني اخذ العلاج حاليا بشكل دوري، بنسميه نوع من المينتننس، يعني انه انا حافظ على جرعة من العلاج الكيماوي المحافظ على الورم او السرطان تحت السيطرة. ممكن نعيد التحاليل بعد 3 أشهر من اليوم ونشوف اذا كان في نكس او في تراجع او في تحسن او بقاء الورم على ما هو عليه. فهذا هو الهدف، الهدف حاليا هو السيطرة على الورم. طبيا صعب انه نحكي بشفاء تام، شفاء تام يعني انه غياب السرطان تماما من الجسم 5 سنوات. بحالتي ربما صعب شوي نحكي بهذا الهدف الا بمعجزه من الله، والله قادر على كل شيء ان شاء الله. السلام عليكم، اليوم تاريخه هو 21 ماي 2023. انا اليوم عم احكي معكم من مكتبي رقم 1. انا عم شوف مرضاي اليوم، مراجع ملفات المرضى. هلا في عندي بعد شوي كوميتي او مثل ميتنج او اجتماع يعني مع الطاقم، نناقش في حالات مرضى الزرع. شوي كنت عم شوف مرضى، فانا اليوم شغال تماما وحتى ربما متاخر يعني. عم اخذ جرعه الكيماوي، هذه الجرعه اذا بتشوفوا جرعه التسليم. امبارح كنت بمركز العلاج فاخذت جرعتي. جرعه عاده باخذها انا بمركز حوالي 5 أو 6 ساعات تسريب، او ربما صارت اقصر هلا. اضافه ل في احد الجرعات او احد الادويه لازم اخذها بشكل مستمر لمده 48 ساعه. فانا لما طلعت من المركز امبارح اخذت، بدات التسريب وهلا مستمر معه، شغال اليوم وبكره والظهريات. بكره ان شاء الله برجع على المركز بيكون خلص، فبيفكوا الجهاز وبسلموني الجهاز اللي هو المضخه والادوات. ليش انا عم صور هذا التصوير؟ لانه من فتره حكيت لكم قصه اني احد الزملاء شخص بالمرض وكان كتير محتار شو بده يصير شو كذا. انا لما بعت له الفيديو شفته بعينه اني انا عم اشتغل واني انا مع الدواء عم اشتغل وكذا، فهذا الشيء كان كتير مشجع. فعسى ولعل ممكن في ناس تستفيد من هذا الفيديو، فهذا انا هو سبب تصويري لهذا الفيديو. هذه الجرعه المفترض هي، لان خلصت 6 أشهر من العلاج، ما انقطعت عن عملي ولا يوم، انقطعت عن عملي يوم واحد بسبب اني كان عندي موعد عيادة بنفس موعد المرضى، فبالتالي كان صعب اجل هي او هي، فاخترت اني تأجيل المرضى وبالتالي اخذت اجازة كاملة هذاك اليوم. طلعت اجازة من فترة قريبة، ربما شفتوا صور، حوالي 3 أسابيع كنت عم سوق بسيارتي، سئت حوالي 3000 مايل يعني حوالي 5000 كيلو، حوالي 21 يوم عم انتقل من مدينة لمدينة وعم شوف الأصدقاء والأحباب، وكانت جدا جدا جميلة، وتمنيت الجميع يكونوا معي. وختمتها بزيارة أحد، أو مش ختمتها، كانت بأحد المراحل زيارة هذا الصديق اللي حكيت لكم عنه، عن اللي هو كان مشخص بنفس مرضي. هذا اللي فيني أحكيه هلا، ما بعرف إذا كان فيني يضيف جزء أجزاء لهذا الفيديو، بس عسى ولعل إن شاء الله نتيجة التصوير تكون جيدة، ادعوا لنا إن شاء الله يا رب. منبشركم. هذه مثل ما حكيت لكم نتائج التصوير. هذه صورة تصوير طبق المحوري للصدر، هذه الرئة اليمين، الرئة اليسار. إذا تذكروا عبارتي الشهيرة أيام كوفيد، بيض الله وجوهكم وسود صور صدوركم. صورة الصدر لازم تكون سوداء، اللي هو اللون الأسود هو الشيء الطبيعي اللي هو لون الهواء. أي شيء أبيض هنا هي أوعية، هي اللي شايفينها بيض كثير، بس هي الكتلة هي نقيلة ورمية حوالي 2 سنتيمتر، فهذه الصورة مأخوذة قبل ما أبدأ العلاج. لما عدنا التصوير بعد 3 شهور شوفوا كيف صار تنخر من داخلها، فالخلايا الورمية بدأت تتموت. هذا التصوير الأخير اللي من حوالي 10 أيام، لاحظوا أنه تقريبا معظم الكتلة من داخلها راح، هي أكبر كتلة طبعا بالريام، أخذ بس أكبر وحدة مشان شوف فيكم تطوراتها. لاحظوا أنه لسه في مثل بطالب خفيفة أو رم من الخلايا الورمية داخل داخل الكتلة السابقة، صارت كيسة هلا أو فراغ. فإن شاء الله يا رب بالعلاج المينتنس أو بيسموه العلاج المحافظ أو جرعة أقل نوعا ما، ممكن ننهي كل اللي موجود.
هذه بالنسبة لتصوير الطبق المحوري للبطن، لاحظوا هذا الكبد، هو نسيج الكبد كاملة، في داخله كان في كتلة كبيرة حوالي 7 مش 7 5.5 5.5 سم ضرب 3.8، هذه أكبر قطر لإلها. بإعادة التصوير بعد 3 شهور كان نقص للنصف تقريبا، أظن 2.8 3.8 أظن، أو هيك شيء أقل من هيك. وبعدها تقريبا هلأ إعادة التصوير الجديدة حوالي 2.2 ضرب 1.7، فعمليا نقص حجمه كتير كتير كتير. هذه نتائج السي اي اي، سي اي هو بروتين بيفرزه الكبد لما بيكون في نقائل كتير داخله، نقائل ورميه لداخل الكبد. فكان الليفل تبعي او المستوى تبع السي اي كان بوصل لل 1000 1250 900، يعني كان رقم كبير هذا كله قبل ما ابدا العلاج. عاد عده مرات لانه كان ما في ثقه انه معقول يكون هالرقم عالي، لانه الطبيعي منه هو 5، فانا كان عندي 1000، يعني انا كنت فخور بحالي وصلت لل 1000. فنانو جرام يعني كان، حتى احد الرفقات ياكد لي انه معقول اللي يكون مخربط بالوحده، لا هي نانو جرام كله بالنانو جرام، كان رقم عالي جدا مقارنه بالطبيعي اللي هو اقل من 5 الطبيعي. هلا مع العلاج بعد عده اسابيع نزل لل 300، وبعد عده اسابيع ثاني نزل لل 30، هالحكي بجانيوري بكانون الثاني، وبعدها من عده من فتره قريبه اظن وصل لل 5، كان 5.5 او 5.6، يعني اعلى من الاعلى الطبيعي بشوي. فتقريبا رجع للطبيعي، وهذا الشيء بيتناسب مع سريريا، بيتناسب مع انه انا حالتي جيده عم تتحسن، بيتناسب مع نتائج التصوير انه حجم النقائل بالكبد عم ينزل بشكل كبير. هذه صورتي بمركز التسريب الوريدي، انا بروح باخذ العلاج مش بالمشفى، بمركز مثل عياده خارجيه. فهذه بداوا لي حملوا لي الوريد، انا هون في عندي بودكاست، يعني هو مثل مكان لتسريب الادويه، بدل ما انه يعملوا لي الوريد باليمين او بالشمال بايدي، وبالتالي بعد فتره بنحرقوا كل الاورده، فبيعملوا مثل بودكاست بجدار الصدر تحت الجلد بيزرعوه، وبالتالي بصير في عندي سهل جدا انه انا احصل على الوريد. فهذا قبل ما ابدا الجرعه، وهي خلال تناول الجرعه لاحظت انه موصول لجدار الصدر هون، اضافه للتسريب المستمر. بقعد عاده 5 6 ساعات، وبعدها باخذ تسريب باخذ مضخه وبروح على البيت لمده يومين. شرحت هالحكي بالفيديو، ممكن تشوفوا بالفيديو كيف عم يكون التسريب بعد ما اخلص من المركز. طبعا ممكن اطلع على البرندة او على الشرفه، هذيك اليوم كان الجو حلو، نحن ولايتنا مشمسه، فيعني الواحد بيتسلى. طبعا انا خلال وجودي بالمركز بشوفت الصوره في قدامي الكمبيوتر، خليني ارجع لها، انا بكون عم وقع نوتات مرضاي، يعني انا ممكن اتسلى جزء من وقتي، بتسلى بشغلات معينه مثلا اسمع موسيقى او غيره، بس جزء كبير منه فعلا بيكون عم وقع نوتات مرضاي، يعني بيكون عم يشتغل بالمرضى وانا عم اخذ العلاج. فهذه مثل ما قلنا تسلاي، احيانا بطلع برا الشرفه. بنفس ثاني يوم، هذه صوره من ثاني يوم، اذا شفتوا الفيديو انا كان عندي كوميتي او اجتماع بنناقش في حالات المرضى او اهليتهم للزرع، انا طبيب زرع، فانا كنت هون فعلا بهذا الاجتماع حقيقي، يعني مش صوره كاذبه وان كان صوره هي، بس في الاجتماع حقيقي، وشوفوا الفيديو بعدها، فانا كنت فعلا بدون ما اني منتبه، يعني هي اسمها هلا يوم يوميتها بليلتها كان في عندنا ليلتها كان عندنا حفله لتخرج الفيلوز، اللي هن الاطباء اللي عم يختصوا عندنا، خلصوا كانت نهايه السنه الدراسيه، فكنت مدعو، فرحت ببساطه رحت شاركت بالحفله. هاي الحكي هاي ما اطلع على الحفله، كان دعوه بمطعم، يعني هي حفله صغيره مش كبيره. وهذا اذا بتشوفوا اللي هو التسريب بتشوفوا بالفيديو، فكنت حامله على كتفي وماشي، طبعا لابس البدله، فما حدا راح ينتبه انه في تسريب او لا. بس شوفوا الصوره هون، التسريب واضح، اللي هو المضخه موجوده، ولاحظوا التيوب تبعها. هي بقيه هي الشباب اللي تخرجوا، بقيه اعضاء التيم تبعنا بقسم الكليه. كيف قدرت اوصل للي وصلت له حاليا؟ كيف قدرت اتعامل مع الواقع بايجابيه، او خلينا نقول براغماتيه، اتعامل مع الواقع مثل ما هو؟ كيف حافظت على الهمه العاليه طوال التسع اشهر الماضيه؟ حقيقه التحضير الجيد للامتحان، هذا امتحان من الله، امتحان او ابتلاء بتسموه او بتسميه اختبار. التحضير النظري الجيد اللي بيعرفني بشكل منيح ومتابعني على الفيسبوك، انا على مدى السنوات الخمس الماضيه كتبت عشرات الموضوعات بمجالات مختلفه، جزء منها مهم كان تحضير للمرحله اللي انا بدي امرق فيها بشكل اختبار عملي. كان كلامي نظري عن القضاء والقدر وغير مواضيع، لما وضعت للاختبار العملي هذا الشيء فادني كثير التحضير السابق، بحيث اني قدرت اتعامل مع الواقع بايجابيه اكثر من المطلوب.
أحد أهم المواضيع اللي خط فيها بيوم من الأيام هو طريقة التعامل مع الأسى the grieving أو التعامل مع الخبر السيء، المرور بمرحلة الإنكار ثم الغضب ثم الحزن والمساومة قبلها وبعدها القبول. ربما هذا كان جزء مهم بالمرحلة الأولى للإصابة، كان لابد أن أمرق بهذه المراحل جميعا. أنا كنت مدرك وين أنا بكل مرحلة، هذا الشيء سهل علي الوصول لمرحلة القبول أخيرا. ربما كنت أسرع بالوصول للقبول من المحيطين حولي صراحة، من المقربين مني، فأنا حاولت ساعدهم بنصائح معينة وب يعني توجيهات أني كيف الواحد يقدر يوصل للقبول. القبول ما هو الاستسلام، القبول هو التسليم والتعامل مع الواقع، أتعامل بإيجابية مع الواقع والقبول به أنه هذا واقع اليوم وأنا راح أتصرف وفق المعطيات اللي عندي. طوال هالفترة أنا كنت عم أتعامل مع قانون الأسباب. أنا من الناس اللي تؤمن أن الإنسان لازم يتخذ الأسباب اللازمة، الأسباب ما هي فاعلة بحد ذاتها، هذا هو إيماني. الفاعل هو الله سواء للسبب أو للنتيجة، لكنه الله أمرنا أن نتخذ الأسباب وبالتالي نحن نتبع أوامر الله. فالحمد لله أنا اتبعت أوامر الله، دعيت لربي وطلبت منكم تدعوا لي، والحمد لله دعائكم كان مستجاب إن شاء الله، وأخذت بالأسباب، اشتغلت وعملت، راح راجعت الطبيب الصحيح أو المناسب واتبعت تعليمات الطبيبة أو طبيبة الأورام، وأخذت العلاج مثل ما هو مطلوب، ما حاولت أعاندها أنه مثل ما بدي بعمل، لا، كان هو قرارها دائما هو الصحيح هو المتبع. ابتعدت عن الأسباب الوهمية، خاصة بداية من الكلام اللي بنسميه العلم الزائف، مثلا موضوع أن الواحد مريض السرطان يتجنب السكر. أنا حكيت من أول ببداية الإصابة، طلعت فيديو كيف أو أنه هل يجب على مريض السرطان تجنب السكر، وحكيت كلام العلم اللي بيقول أنه لا ما لازم، وهذا الشيء أتمنى أنه الكل سمعه، ربما بترجعوا تسمعوه. وإذا ما حدا اللي بده يقتنع بطريقة أنه جربناها وزبطت، أنا طوال الأشهر الماضية كنت عم اكل سكر، سكريات، سواء بطاطا وخبز ومعكرونه، اضافه للسكر الحقيقي اللي هو الحلويات، اكلت حلويات بما فتح ورزق الحمد لله، وزني عم يزيد. حتى هلا وانا عم احضر الفيديو انا عم اشرب شيء حلو مثلا مشارككم فيه، مثلا ما بعرف اذا شايفينه، هذا شراب او عصير اللي هو الشوكولا، مو حقيقه طبعا ما في شوكولا، مو بامريكا بيسموها تشوكليت شيك، شوكليت شيك يعني هو مخفوق، ترجمته بالعربي اذا بكون ترجموه مخفوق الشوكولاته، فانا بشرب منه بكل بساطه، وهذا الشيء ما خلى خلايا السرطان تزداد، بالعكس عم تتراجع وتموت رغم كميه السكر الكبيره اللي اكلتها. فجربناها وزبطت، لا تحرم مريض السرطان من السكر لانه هذا وهم. طبعا بالمقابل انا هلا وزني عم يزيد، لازم اخفض وزني، هذا ربما الشيء اللي لازم انتبه عليه. فاكل السكر الزايد بيتبع نفس النصائح العامه انه انت ما بيصير تزيد وزنك، لانه زياده الوزن له مشاكل، مو للسرطان بحد ذاته ولكل مشاكل الجسم. من الطريف انه بالنسبه لقضيه الاسباب، انه احد الزملاء بيبعث لي انه دكتور ليكون انت مصاب بالعين. انا طبعا كتبت موضوعات مطوله عن هالموضوع على حائطي، اللي بيحب يعرف وجهه نظري يرجع يسمعها ويرجع يقراها. كل الكلام انا عندي تفسيرات مختلفه له عن الشيء الشائع، انا لا اؤمن باي قوه خارقه ممكن انسان قاعد بمكان يطلع يؤذي انسان ثاني، هذا الحكي ابدا. الاذى بيكون باليد وبالعين باللسان، هذا هو الاذى الحقيقي اللي ممكن يصير لو انه انسان حب يؤذي الاخر، سواء دافع للكلام هو حسد قلبي او غيره او غيراته. اما والله اني انا قاعد بمكاني وارجع اذي شخص اخر بمكان ثاني، انا لا اؤمن بهذا الكلام ابدا ابدا. من الامور اللي ساعدتني اني اتغلب على المصاعب اللي واجهتني هو حجم التوقعات. لما الانسان بيكون سقف التوقعات تبعه عالي كثير، بينصاب بخيبه امل احيانا كثيره. انا بحالتي انا كنت محضر نفسي جيدا انه حيصير في اثار جانبيه لما بدات العلاج. انا ما كنت انا عارف انه ماني رايح على الجنه، لا، حيكون في اثار جانبيه وحتكون مزعجه، وهذا الشيء حياثر علي، حينغص حياتي وينقص من نوعيه حياتي مقارنه بالشيء اللي انا كنت متعود عليه، وهذا الشيء فعلا صار. انا قلت لكم بالفيديوهات السابقه ما حشارككم ابدا بالمعاناه اللي عم عانيها، وفعلا كنت انا معاني، بس كله كان متوقع بمعنى اخر، خفف من اثار الاثار الجانبيه. هذا الشيء جزء جدا مهم لمرضى السرطان. ربما انا بالفتره الاخيره صرت على الاقل في طبيبين من الزملاء للاسف انصابوا بنفس المرض واتصلوا فيني وعم يحاولوا، يعني احد يعني طلب مني احد الزملاء اني اتصل فيهم الغايه اني انا ارفع لهم معنويات ونشجعهم. فاحد الشغلات اللي كنت عم اقولها هو التوقعات، انه عارف انه انت حتعاني، ما
ما راح تكون هي رحلة، ما هي نزهة. العلاج الكيماوي ليس نزهة أبدا، حتكون في معاناة وحيكون في آثار جانبية، ربما لازم تتعذب شوي عسى ولعل، مثل ما لما الطبيب او بيقول للمريض انه تاخذ الدواء المر عشان يحدث الشفاء لاحقا. فانت ما متوقع مرار الدواء، مجرد ما تشعر بطعم المرار حتكون متضايق جدا جدا وربما تبطل تاخذ الدواء. فهذا شيء جزء مهم من بيساعدك على تخطي المراحل الصعبه. بالنسبه لمعضله الشرح، طوال الاشهر الماضيه الحمد لله كان ربما تطرق على بالي احيانا، بس كنت اطردها بسرعه. معضله الشرح انه هو انك تسال نفسك او تسال ربك ليش يا ربي انا؟ لا ابدا، انت ما بيحق لك تسال هذا السؤال. المفروض تسال نفسك وتسال ربك يا ربي شو لازم اعمل هلا مع الظروف الحالية، وليس أني أنا أضيع وقتي بسؤال ليش أنا وليش مو غيري. هاي هي معضلة الشر يمكن ما يطلع منها الإنسان. الإيمان بالقدر هون بفيدك بموضوع أنه قدر الله وما شاء فعل، هو موضوع عدم الوقوع بدوامة لو. الساعة ممكن ترجع لورا، حدث اللي حدث لا يمكن الواحد بالرجوع. انه اوقع بدوامه لو كان كذا لكان كذا، هذا الشيء ابدا ما راح يفيدك ابدا بالتقدم للامام، هذا بيعيشك بالماضي بدون اي فائدة بحياتك الحالية والمستقبلية. أنا أؤمن بقضية التيسير وليس التسيير أو التخيير. التيسير يعني أن الإنسان أنه الله خلقك بخيارات محددة، أعطاك قوة محددة، سواء شيء ورثته من أهلك، سواء جسمي أو مادي، سواء بذكائك بطولك بلون بشرتك بجنسك، هي كلها كعوامل كاملة ممكن تستثمرها أنت بشكل صحيح أو بشكل خاطئ. الثروة اللي ورثتها عن أهلك، أنت نشأت بعائلة غنية أو فقيرة، بعائلة اجتماعية، بجواز مثلا سويسري ولا بجواز غير سويسري مثلا، شو هو الشيء اللي ورثته عن أهلك والشيء اللي انت كيف بتقدر تستثمر هي اللي بيسموها البوتنشال، اللي القدرات الكامنه اللي الله حطها فيك. اذا عرفت تستثمرها بشكل صحيح فانت بيكونك عم تحقق اللي الله امرك فيه، هو الاعمار الحقيقي للارض. اما انا موضوع التسيير بالمطلق لست اؤمن فيه، او التخيير بالمطلق كمان لست اؤمن فيه، دائما خياراتنا محدوده. فهذه قضيه التيسير كما افهمها. احد الزملاء كان عم يمزح معي او مازحا قال لي اطلق عليها نظريه التيسير النقاريه، واضاف للمستحيلات الثلاث اللي هي طفرة النظام، ويعني قصة بيعرفوها الناس، اللي هي الشغلات موجودة بالكسب الأشعري وطفرة النظام، عوامل الأول لها معروفة هي الشغلات بالعقيدة الإسلامية، فأضاف لها التيسير النقاري من صعوبته، وإن كنت أنا لا أجده صعب أبدا أبدا. ليش عم أحكي الكلام؟ لأنه في كثير ناس بيتوهوا بهالموضوع. يعني امبارح كنت عم أسمع قصيدة الأطلال لأم كلثوم لإبراهيم ناجي، بيختمها ببيت شهير، فربما تجمعنا أقدارنا، لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، فلا تقل شئنا فإن الحظ شاء، وبتكررها عدة مرات. الحظ هو القدر، أو الحق شاء اللي هو الله اللي هو القدر. فهموا للقضاء والقدر هون خطأ، هو عم ينفي أنه لا تقل شئنا، عم ينفي المشيئة عن الإنسان، رغم أنه الله أثبت المشيئة للإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله أثبت المشيئة لإلنا بإرادته هو، بمشيئته هو، فلازم تثبت المشيئتين. إذا نفيت عن نفسك فأنت عم تقول بالتيسير، وإذا أثبتت لنفسك بدون مشيئة الله فأنت عم تقول بالتخيير المطلق، وكلاهما خاطئ. مثل ما أن هذه هي نظرية التيسير اللي أنا شايفها سهلة، ربما غيري يلاقيها صعبة نوعا ما. من الأمور اللي ساعدتني على تجاوز الإصابة هو وجود هدف واضح بحياتي. هدفي مثل ما حكيته بالفيديو الأول اللي طلعته بعد العملية مباشرة، هو أني إعمار الأرض. أنا هيك بفهم الحياة، الله خلقنا لنعمر الأرض، نحن خلفاء بالأرض، إعمار الأرض. ذكرت الحديث وقتها، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذه الساعة ممكن تكون ساعة أحدكم، ساعة المرء نفسه، أو أنه تكون قيامة كلها لكل الناس. فإذا أنت اقترب موعد موتك وعندك بإيدك فسيلة يعني غرسة، اغرسها حتى لو كان موتك محقق بعد عدة دقائق أو ربما ساعة أو أيام. لازم، هذا هو هدفي. الوجود الهدف وحده لا يكفي، لازم يكون معك بوصلة لحتى تعرف أنه أنت ماشي على الطريق الصح أو لا، مشان تصحح مسارك لفترة وفترة. فهذا الشيء اللي ساعدني كثير بهذا الموضوع. عندي هدف واضح وعندي بوصلة فيني أضبط عليها مساري وصحح مساري لفترة وفترة، بحيث أني أنا ماحيد عن الطريق وأوصل للهدف الخاطئ. لحتى يكون لك هدف في حياتك لازم توازن بين ثلاث أمور. لازم يكونك عم تعمل، لازم يكون في عمل، لازم يكون عندك إيمان بشيء، لازم يكون في عندك عاطفة لشيء معين. الموازنة بين هالأمور الثلاثة، الحب والعمل والإيمان، هو اللي بيخلي حصولك على هدف أو وصولك لهدف معين، أو أنه أنت يكون في عندك هدف
تسعى له امر سهل جدا جدا. لما بيكون في عدم موازنه او في ضعف موازنه بين العناصر الثلاثه، طغيان للجانب المادي تتحول مثل الاله، طغيان للجانب الروحاني واهمال للعمل وللسعي، بتعيش منعزل عن الدنيا، او اهمال لكل الجانبين والعيش الرومانسي، الحياه الرومانسيه العاطفيه بدون اي سعي او جهد. اي طغيان لعنصر من هذول العناصر الثلاثه على الثاني راح يخلي هدفك بالحياه كثير هدف خاطئ، او انه يكون ما عندك هدف اصلا. الموازنه بالامور الثلاثه فعلا بيخليك تحط هدف في بالك، وبوجود البوصله مثل ما قلنا ممكن تسعى لتحقيق هذا الهدف وان شاء الله توصل. من الامور اللي حرصت عليها خلال التسع اشهر الماضيه اني انا حافظ اني على القدوم للعمل يوميا مهما كانت ظروفي صعبه، او ربما مهما كان عندي شويه كسل او تعب او وهن او اثار جانبيه للعلاج. يعني ما كنت حاول اني قاوم اقصى ما يمكن بحيث اني انا ارجع حافظ على شغلي بكل كل يوم. ربما المرة الوحيدة اللي طيبت فيها عن عمل كان في عندي موعد طبي وصعب اني اوفق بينه وبين رؤية المرضى مرضاي، فاخذت اجازة. ايام التسريب العلاج الكيماوي انا كنت اخذها اجازة لانه ما فيني، لازم اروح على مركز التسريب. بس اليوم الثاني والثالث انا كان يكون، لانه التسريب هو باخذه باليوم الاول خلال بالمركز، وبعدها مدة 48 ساعة لازم يكون معي مضخة معلقة بكتفي، هي المضخة بتعطي الدواء بشكل مستمر لمدة 48 ساعة. أنا كنت أجي اليوم الثاني اللي هو يوم الخميس وشوف مرضاي الصبح وبعد الظهر، واليوم الثالث كمان يوم الجمعة أجي وشوف مرضاي وأنا عم آخذ العلاج. أنا حطه طبعاً ألبس المريول فوقه، بس أنا كنت عم آخذ العلاج بشكل مستمر. بمعنى آخر العلاج ما كان يمنعني إني مارس عملي. حرص إني أرجع للعمل أسرع ما يمكن. أنا كان عندي قناعة إنه إذا ما اشتغلت أنا حأضعف، أو إنه يعني حيكون تأثيره السلبي. بمعنى آخر خليني قاوم واشتغل مشان يكون ربما هذا الشيء يحسن بحالتي، وهذا الشيء فعلا يبدو انه فاد. انا رجعت لعملي، انا خلصت طلعت من المشفى وقت خلصت العمليات يوم الاثنين، كنت يوم الخميس انا بالعمل بالمشفى بمكتبي عم اشتغل وعم اشوف مرضى. يوم الجمعة صورت الفيديو الأول اللي قلت لكم فيه عن حالتي، فكان لما عم صور الفيديو أنا كان لسه القطب المعدنية ببطني، فالقطب المعدنية ببطني تمت مدة أسبوع كامل بعد عودتي للشغل لحتى كان الوقت المناسب لشيلها، لأنه كنت لساتني الجرح كان بعده حديث. فهذا الشيء ربما ساعدني بربما يعني ما فيني ما حدا بيقدر يوصفه الا اللي جربه حقيقه مهما وصفت لكم، بس كنت انا عم عاني معه صراحه اني انا اظهر بالشكل الامثل قدام الاخرين وقدام مرضاي بحيث اني انا حافظ على واجباتي كما يجب. كان في تعاون كبير جدا من شغلي من مكان عملي هون، هذا الشيء لازم اذكره واتشكرهم جميعا، رئيس القسم والزملاء الاطباء كانوا متعاونين جدا بتخفيف الويك اندات بالمرحله الاولى، بعدين رجعت ناوب مثلي مثل غيري. ما كان في معاملة خاصة غير أني أنا يوم التسريب أو يوم العلاج الكيماوي لازم أنا ما أجي على الشغل، طبعا لازم أخذ العلاج وأرجع. فربما هذا الشيء ساعدوني كثير فيني أقول خاصة المراحل الأولى، وبشكرهم جميعا. كان هذا الشيء له دور كبير بأني أنا أوصل للي وصلت له أنا، والحمد لله رب العالمين. أخيرا بحب اختم بفكرة بسيطة وربما تلاقوها مضحكة، انه يعني احدكم بيسأل انه معقول طلال طالع على فيديو مشان يحتفل بتصوير طبقي محوري؟ يعني معقول؟ للأسف انا وصلت لهالمرحلة بحياتي. ربما انا حصلت على ما بيقول عشرات، ربما عندي شهادات كتير، يعني خلينا نقول شهادات كتير حصلت عليها، بس عدد المرات اللي احتفلت فيها صحيحة بهي المناسبات سواء النجاح او غيره من المناسبات كان محدود جدا، والاسباب مختلفة صعب اني اشرحها على الفيديو، بس ما هي متعلقة فيني شخصيا، الظروف ما كانت تسمح صراحة بشكل او باخر. نصيحتي لكم، لا انا كنت انتقد الناس اللي تحتفل بنجاحات اولاد الاطفال مثلا بالروضه والكي جي وكذا، وانه لا مو محرز الاحتفال. لا انا برايي محرز الاحتفال اذا كان عندكم لحظات حلوه احتفلوا فيها، لانه ربما هي اللحظات ما تتكرر، راح يكون عندكم فرصه انكم ترجعوا تحتفلوا فيها. فلما بيكون في عندك لحظات من السعاده لا تاجلها، افرح فيها. السعاده المؤجله ابدا مانا شيء محبب. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بختم فيديوي باني او الفيديو باني اتشكركم جميعا على وقوفكم معي، على دعائكم المستمر، وانا بعرفكم عم تدعوا لي بعدكم، واتمنى منكم الاستمرار بالدعاء، وان شاء الله يا رب بحقق امانيكم. ربما هلا نحن بعشر رمضان، بعشر ذي الحجه، فالعيد قريب ان شاء الله. كل عام وانتم بخير جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.